أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم، هذه طريقة جيدة بشرط أن يكون من يقوم بها من أهل العلم، من أهل العلم اللي يقدرون على رد الشبه وإبطال الشبه. إذا تولى هذا أهل العلم فهذا فيه كسب للإسلام ونصرة للدين ودحض لأعداء الدين. نعم.